أنا بمصلحتي لأنه بشتغل الحديد بالتلحيم وقصص قص بالحديد الصاروخ كله كهرباء بضطر أجل شغلي تجي الكهرباء يعني أجل تجي الساعة ساعتين بالأربع وعشرين الساعة. هلا بيأثر كثير على الدرس وعلى عائلة لأنه لا فيها تغسل على البراد ما في كهرباء وبالشتوي كمان ما في تدفئة وبيروح الأرسال الواي فاي لأنه الأولاد كله على الواي فاي على المدارس. في حرف يعني في ناس حداد بتشتغل مثلي في ناس بالألمنيوم في ناس عندهم دكاك سوبر ماركت ودكان في طلبة بنزين هو بيكونوا بيتأثروا بالكهرباء. ارتفعت مثل هلا ارتفاع اسعار البنزين والمولدات كثير اكثر من الدبل يعني اكثر من الدبل. اول نقطه بالنسبه للشغله بتحسن الانتاج الشغله اكثر بزيد اكثر. ثانيا الاولاد اللي عندي مثلا بضلوا يدرسوا على طول مش اول ما تغيب الشمس بيروحوا بيناموا. ثالثا بجيب الواحد زياده على بيت اغراض بيامن انه اذا حطهم بالبراد ما ينتظروا يروحوا على الكاب. يعني فيك تقول الواحد بيهتم بشغله اكثر بيزيد مصروفه اكثر على البيت لانه انا شخص واحد لحالي بالعائله بشتغل انا ومرتي بالبيت وعندي ثلاث اولاد. مش مشكلة عندي وعند الكل لأنه هون الضيعة متعودين الناس تمشي كتير وخصوصا بغلاء البنزين صار في زيادة بالمشي يتنزهوا كنت أنا وأولادي وعائلتي وغير من الضيعة. هذا أكيد شيء طبيعي لأنه واحد يتعب بالشغل بده يحافظ عليها إجباري من طبيعته لازم يحافظ عليها لما يتعب بالشغل بده يحصل عليها.